القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. لم يجد هؤلاء الشباب سوى في خشبة المسرح سبيلا للتعبير عن حاجاتهم ورؤيتهم باعتبارها الأداة الحضارية التي تطلع بتحقيق جانب كبير من تطلعات الشعوب. رؤية هي فرقة شبابية من مختلف أنحاء الوطن، من كل محافظة موجودة في هذا الوطن. حاولنا أنه نجمع هدول الشباب سواء عن طريق الفيسبوك أو عن طريق المعارف اللي إحنا ممكن نعرفها من خلال الفلسطين وأولادنا الموجودين فيها. إحنا يا عم انت الحشر نحمل المرض انت سرعة ستبطلنا. فرقة رؤيا للإنتاج المسرحي هو الاسم الذي ارتأت المجموعة أن تطلقه على نفسها تيمنا في رؤيتهم أن يصبحوا ذات يوم من الفرق المسرحية العربية المشهورة. احنا كمجموعة اكيد بنطمح انه نوصل على مستوى وطن عربي مش بس على مستوى محلي، لانه جهود شباب بنا او لساتنا لسه بأول طلعتنا. احنا انطلقنا في فرقة رؤية الانتاج الفني والمسرحي في لوحدنا، يعني ما حاليا ما فيش اي داعم رسمي لإلنا، ولكن طموحنا لقدام ان شاء الله يكون في تعاون ما بين مؤسسات، حدا يرعانا يتكفل في الموضوع. هواة من معظم المدن الفلسطينية جمعتهم رؤية في بادئ الامر على احدى صفحات الفيسبوك ليتحول الحلم بعد ذلك الى حقيقة تطبق على أرض الواقع. كل الإشي اللي عم بنقدمه على أمور واقعية اجتماعية، جزء منها ممكن تكون مشاكل نعرضها للوطن بس بطريقة كوميدية. أنا حتى التجار فكروا بدي أفتح مؤسسة يعني لأواعي ولا للأحذية. المهم بعد ما خلصت انزلت جبت أخذتها بلاطين عندها للخياط عمل إياهم مسكيني 16. المجموعة المكونة من 5 شبان و3 شابات بدأت تدريباتها الفعلية على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي استعدادا لعرض أولى أعمالها التي أطلقت عليه على الوجع للتعبير عن أوجاع الشباب الفلسطيني. رؤية مسرحية ناقدة تحاول هذه المجموعة الشبابية من خلالها محاكاة الواقع وآمالهم وتطلعاتهم بمستقبل فلسطيني أفضل لهم ولمجتمعاتهم. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.